الحمد لله الذي خلق الإنسان وأمده بالفهم وحباه بالتكريم، سبحانه رفع شأن العلم فأقسم بالقلم وامتن على الإنسان فعلمه ما لم يكن يعلم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعرف الخلق بالله وأخشاهم له. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في بداية هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي يأتي ختاماً للأسبوع الثقافي الدعوي الذي يعقد بمسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه، برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. يأتي هذا اللقاء بعنوان قيمة العلم ومنزلة العلماء. يحدثنا خلال هذا اللقاء الطيب المبارك فضيلة الدكتور خالد صلاح، وكيل وزارة الأوقاف ومدير مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ أيمن منصور إمام وخطيب مسجد سيدنا الحسين. يحضر معنا هذا اللقاء الطيب المبارك من علماء وأئمة وزارة الأوقاف فضيلة الدكتور محمود خليل سيد وكيل المديرية، وفضيلة الدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة، وفضيلة الدكتور منتصف محمود مدير الإدارات، والشيخ أحمد محمود محمد علي مدير عام إدارة أوقاف وسط القاهرة. الحضور الكرام، إن الله عز وجل رفع قيمة العلم والتعلم، فكانت أول الآيات نزولاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرةً بالعلم والتعلم، فقال سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأقسم الحق سبحانه وتعالى ببعض أدوات العلم والتعلم، فقال سبحانه: نون والقلم وما يسطرون. بل إن آدم لما خلقه الله تبارك وتعالى مما ميزه به أن أعلمه وعلمه ما لم يعلمه الملائكة، وعلم آدم الأسماء كلها، فلما عرضهم على الملائكة قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. والعلم هو أحد ركيزتين أساسيتين لبناء أي حضارة وتقدمها وازدهارها واستمرارها. فيقول الشاعر: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب العالمين، وانفعنا بما علمتنا. والآن مع الكلمة الطيبة والتي نستمع إليها من فضيلة الدكتور خالد صلاح وكيل وزارة الأوقاف ومدير مديرية أوقاف القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فشكر موصول لحضراتكم على حرصكم لاستماع العلم. أسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا مننا ولا بيننا ولا حولنا ولا في مصرنا شقيا ولا محروما. العلم أفضل زاد يتزود به الإنسان، فأول رسالة من السماء إلى الأرض كانت دعوة
للعلم، لطلب العلم، للتزود من العلم، للحرص على تعلم العلم. قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بالعلم يستطيع الإنسان أن يعبد الله عز وجل. بالعلم يستطيع الإنسان أن يعبد الله عز وجل. بالعلم يتعرف الإنسان على ما يتطلبه الوضوء، وما تتطلبه الصلاة، وما يتطلبه الصيام، وما يتطلبه الحج، حتى وإن كانت أشياء يسيرة، لكن بدون العلم والاطلاع والسعي إلى تحصيل ذلك لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى مبتغاه. بالعلم تبنى الحضارات وتنهض الدول، كما قال الصديق العزيز أستاذ محمد جمعة: بالعلم والمال. لم يقل الشاعر بالمال أولا، لأن العلم هو الذي يحرس المال وينميه ويستثمره. بدون علم لا استثمار ولا نهضة. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبنى ملك على جهل وإقلال. بالعلم امتن الله على سيدنا آدم وأظهر فضله على الملائكة. قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. من الذي علمه؟ الله. وفي هذا المعرض قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يعني من ضمن ما تميز به الإنسان على سائر الكائنات النطق والفهم والعلم. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اصطفى الله تبارك وتعالى بالعلم أنبياءه ورسله ومن شاء من خلقه. قال الله تعالى عن سيدنا إسحاق عندما طلب سيدنا إبراهيم الولد الصالح: بشرت الملائكة زوجته بغلام عليم، بغلام عليم. وقال القرآن عن سيدنا يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ولذلك حينما قال له الملك، حينما قال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي، ماذا قال؟ قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. رشحه علمه لهذه المكانة. لو لم يكن عالما ومثقفا وذا دراية بالأمور الاقتصادية لما نعت نفسه بذلك، ما كانش وصف نفسه بكده. قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وامتن الله بالعلم على سيدنا داود وسيدنا سليمان. قال الله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما. وقال عن سيدنا سليمان وسيدنا داود أيضا: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. وقال عن سيدنا عيسى: وإذ علمتك الكتاب والحكمة. وقال عن سيدنا الخضر الذي قطع سيدنا موسى الأميال واجتاز الفيافية من أجل أن ينهل من علمه: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وحينما عدد الله عز وجل النعم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
ذكر أن ذكر من أجلها العلم. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وحينما نتصفح القرآن الكريم لم نجد أي دعوة أو أي نداء أو أي توجيه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب فيه الزيادة إلا في العلم. قال الله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وخص الله عز وجل أهل العلم بخصائص عديدة، منها أن أهل العلم هم أهل خشية الله عز وجل، هم أكثر الناس دراية بالله، هم أكثر الناس خشية لله. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. أهل العلم هم أهل الرفعة في الدنيا وفي الآخرة، إذا أخلصوا لله. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ولم يساويهم بغيرهم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أهل العلم هم أهل الخيرية، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أهل العلم هم أصحاب العقول النيرة المنورة، هم أهل الذكاء والفطنة. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك قال ابن القيم: من علم وعمل وعلم نودي في السماوات بالعظيم أو الأعظم، أو كما جاء في الأثر: من علم وعمل وعلم نودي عظيما في السماء. أهل العلم لا يدانيهم أحد، ولذلك قال بعض أهل العلم: إن صاحب القرآن أو صاحب العلم كف لبنت السلطان. العالم، ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. إن فضل العالم الذي جد واجتهد وتعب وأخلص نيته لله وحصل العلم لينفع نفسه وينفع الإنسانية، أجره مضاعف ومستمر ولا ينقطع في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به. لذلك قال صلى الله عليه وسلم، وأختم بهذا الحديث وأترك بقية الحديث للشيخ أيمن منصور، قال: إن العلماء هم ورثة الأنبياء. وصدق الله القائل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء يا سادة، نستشعر هذا الحديث جيدا، نتعلمه نحن ونجتهد في أن نعلمه لأبنائنا،
نجتهد في أن نلفت انتباه أبنائنا إلى أن أفضل ميدان للاستثمار هو الاستثمار في العلم والتعلم بنية خالصة، بنية النفع للشخص ولأمته وللإنسانية جمعاء. إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وما الفخر أو الفضل إلا لأهل العلم، إنهم للهدى على من استهدى أدلاء. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء، حتى وإن ماتوا أحياء بذكراهم الطيبة بما خلفوه من علم نافع للبشرية. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين، وارزقنا الإخلاص لك قولا وفعلا وعملا، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الدكتور خالد صلاح، وكيل وزارة الأوقاف ومدير مديرية أوقاف القاهرة، على هذه الكلمة الطيبة الثرية عن قيمة العلم ومنزلة العلماء. ووصلاً بما قدمه فضيلة الدكتور خالد صلاح من الآيات التي ذكرها عن فضل العلم والعلماء، واستلهاماً من حديثه، نجد أن العلم المأمور به في شريعة الإسلام ليس قاصراً على العلم الشرعي، وإن كان العلم الشرعي له أهميته ومكانته ومنزلته، بل استلهاماً من حديث فضيلة عالمنا لما ساق آيات سيدنا يوسف قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذا علم الاقتصاد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما خاف على كتبه التي يرسلها طلب من زيد بن ثابت أن يتعلم لغة يهود، أن يتعلم السريانية، فهذا أمر بتعلم اللغات الأخرى، حتى أتقن زيد بن ثابت هذه اللغة في نصف شهر كما أخبر في الحديث المروي عنه. لذلك نحن المسلمين مأمورين ومطالبين بكل علم يحقق لنا النفع، يحقق لنا التقدم، يحقق لنا الازدهار. فالعلم شرف ومنزلة ومكانة عظيمة. قال عبد الملك بن مروان لبنيه: يا بني تعلموا العلم، فإن كنتم سادة فقتم، وإن كنتم وسطا سدتم، وإن كنتم سوقة عشتم. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما علمنا سبحانه وتعالى. والآن تنتقل الكلمة إلى فضيلة الشيخ أيمن منصور إمام مسجد سيدنا الحسين. الحمد لله الذي لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وكل شيء عنده بمقدار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع كل شيء رحمة وعلما، وغفر ذنوب المسلمين كرما وحلما. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، خاطبه ربه سبحانه وتعالى بقوله: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، وجزى الله خيرا من كان سببا في هذا اللقاء الطيب المبارك.
أحبتي في الله، إن للعلم قيمة ومنزلة عظيمة في الإسلام، فحياة الناس لا تستقيم إلا بالعلم، وقد كان العلم صفة لازمة للأنبياء عليهم السلام، وكان من رحمة الله عز وجل أنه لم يرفع العلم بذهاب الأنبياء، لم يرفع الله سبحانه وتعالى العلم بموت الأنبياء، وإنما جعل الله عز وجل علمهم موروثاً لطائفة معينة من البشر، أوكل الله إليها مهمة تعليم الناس والقيام بالدور الذي كان يقوم به الأنبياء في حياتهم، ولكن دون وحي ودون ما عصمة. وهذه الطائفة من البشر هي طائفة العلماء. فالأنبياء عليهم السلام لم يتركوا خلفهم مالاً ولا ملكاً، وإنما تركوا العلم، وهذه هي أعظم تركة، من أخذها فقد فاز حقاً. يقول الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً، وما يذكر إلا أولو الألباب. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاءً لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ولك أن تعلم أخي الكريم أن من الفقهاء في الإسلام من رفع درجة العلماء فوق درجة المجاهدين في سبيل الله عز وجل، وليس العباد فقط. نحن نعلم أن العالم أفضل من العابد. من الفقهاء في الإسلام من رفع درجة العلماء فوق درجة المجاهدين في سبيل الله. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من علماء الصحابة الأفذاذ، يقول: والذي نفسي بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم، أي من كرامة العلماء. ويقول الحسن البصري: يوزن مداد العلماء بمداد الشهداء، فيرجح مداد العلماء. وقد يستغرب البعض من هذا الكلام، إلا أن حجته قوية. فالجهاد في سبيل الله لا يعرف فضله أساساً إلا بالعلم، كما لا يعرف أو لا تعرف شروط الجهاد ومشروعيته إلا بالعلم، ولا يعرف فرض العين من فرض الكفاية فيه إلا بالعلم. أيها الإخوة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى رفع قدر العلماء وعظم قيمتهم. قال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقد فقه الصحابة والتابعون والصالحون من هذه الأمة هذا القدر للعلماء،
فعظموا مكانتهم ورفعوا من قدرهم وحفظوا لهم منزلتهم ومكانتهم، ولم يعتبروا في ذلك بعرق ولا نسب ولا جنس ولا عمر ولا منصب. فكان معاذ بن جبل رضي الله عنه معظما جدا بين الصحابة على صغر سنه، هذا مع أنه مات ولم يتجاوز 35 من عمره، لكنه عظم بالعلم الذي كان يحويه في صدره رضي الله عنه. لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في حقه: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومن هنا نستطيع فهم هذا الموقف الذي حكاه لنا أبو إدريس الخولاني رحمه الله، وهو يبين مدى احترام وتعظيم الناس لمعاذ بن جبل رضي الله عنه على حداثة سنه. يقول: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه فصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. أيها الإخوة الكرام، ويؤكد لنا تقديم العلماء على غيرهم بصرف النظر عن مناصبهم ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر رضي الله عنه بعسفان، وكان سيدنا عمر استعمله على مكة، فقال عمر رضي الله عنه لنافع: من استخلفت على أهل هذا الوادي؟ يعني وليت مين على أهل مكة لما سبتهم؟ فقال نافع: ابن أبزة، يعني استخلفت عليهم ابن أبزة. فقال عمر: ومن ابن أبزة؟ قال نافع: مولى من موالينا. قال عمر رضي الله عنه: استخلفت عليهم مولى؟ قال نافع: إنه قارئ لكتاب الله، وإنه عالم بالفرائض. يعني مؤهلته إيه؟ رغم إنه مولى قارئ لكتاب الله وعالم الفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولذلك يقول الشاعر: العلم زين وتشريف لصاحبه، العلم زين وتشريف لصاحبه، أتت إلينا بذا الأنباء والكتب، والعلم يرفع أقواما بلا حسب، فكيف من كان ذا علم له حسب؟ فاطلب بعلمك وجه الله محتسبا، فما سوى العلم فهو اللهو واللعب. ويقول آخر: مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم، وعنه فكاشف كل من عنده فهم، ففيه جلاء للقلوب من العمى، وعون على الدين الذي أمره حتم. فإني رأيت الجهل يزري بأهله، وذو العلم في الأقوام يرفعه العلم، فخالط رواة العلم واصحب خيارهم، فصحبتهم زين وخلطتهم غنم، ولا تعدوا عينيك عنهم فإنهم
نجوم إذا ما غاب نجم بدا نجم، فوالله فوالله لولا العلم ما اتضح الهدى، ولا لاح من غيب الأمور لنا رسم. أيها الإخوة الكرام، لقد كان الأمراء وأصحاب السلطان يعظمون العلماء ويرفعون من قدرهم، ولذلك عزت أمتهم وسادت غيرها من الأمم. فقد جاء أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك إلى الحج في أحد مواسم الحج، جاء سليمان بن عبد الملك إلى الحج ومعه اثنان من أبنائه الأمراء، واحتاجوا إلى إجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بالحج، فلم يجدوا أفضل من عطاء ابن أبي رباح رحمه الله، فذهبوا إليه فإذا هو يصلي، فانتظروا إلى جواره حتى انتهى من صلاته، فبدأوا يسألونه وهو يجيبهم ولا يلتفت إليهم، وهم يقبلون بهذا الوضع لأنهم يحتاجون إلى العلم. وبعد انتهاء الأسئلة انصرفوا، فجمع سليمان بن عبد الملك ولديه وقال: يا بني لا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. وكان عطاء عبداً أسود لامرأة في مكة. فليس في الدنيا أيها الإخوة الكرام أعز من ورثة الأنبياء، واستغفر له أهل الأرض والسماء. قال بعض أهل العلم: العلم أرفع الأحساب، والأدب والمروءة أشرف الأنساب. وسئل لقمان الحكيم: من أفضل الناس؟ قال: رجل مؤمن إن ابتغي الخير عنده وجد. وقال سفيان الثوري: لا أعلم من العبادة شيئا أفضل من أن تعلم الناس العلم. ولذلك نحن نقول في الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سفيان الثوري رحمه الله قال: الحسنة في الدنيا هي الرزق الطيب والعلم، هي الرزق الطيب والعلم، والحسنة في الآخرة هي الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا علما نافعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهكذا الحضور الكرام، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة من الشيخ أيمن منصور إمام مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه، ضمن هذا اللقاء الطيب والذي يأتي تحت عنوان: قيمة العلم ومنزلة العلماء. في الختام نتوجه بالشكر إلى فضيلة الدكتور خالد صلاح وكيل وزارة الأوقاف ومدير مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ أيمن منصور إمام مسجد سيدنا الحسين، وتقبلوا تحياتي محمد جمعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.